من ضمن تجارب كتير حاول ان هو ينزل وزنه بيها، ولكن اخيرا اختار ولقى التجربة الصحيحة اللي قدر يوصل بيها للوزن المثالي في نظره هو شخصيا، لان ده اكيد زي ما قلنا بيأثر كتير على نفسية البني ادم. اهلا بيك معنا حسن. اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. حسن، في البداية عايزين نعرف من امتى وانت بتحاول تنزل وزنك، او هل تأثير الناس، يعني مثلا الناس كتير جت قعدت تقول لك حسن لا انت لازم تخس لازم تخس لازم تخس، الناس هي اللي كانت مؤثرة فيك اكتر ولا انت شخصيا؟ كان احد الاسباب بس مو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي كان الإرادة اللي عندي، وكتير عوامل تانية خلتني اعمل هالخطوة عشان اضعف. بس في شباب بيحبوا يبانوا ان هم ليهم بنية كده كبيرة عشان الناس تخاف منهم، بس غير لما تكون بتخن غير مش حلو. انت كان وزنك قد ايه؟ كان وزني 125. 125 ولا كم؟ هلا 95. 95 بس نزلته انا وقتها، نزلته لل 85. ايوه الحين رديت شوي 10 كيلو ان شاء الله نزلهم بعد. لا عشان الحديد زادوا. تبي حديد؟ نعم. كيف عشان كذي تبي؟ نعم بالضبط. تبني عضل، انت بطل يا حسن لانك انت قدرت انك انت تنزل هذا الوزن الكبير، مع انه في مثل انا اشوف انه هو غلط، لانه مو شرط ان احنا كل مثل نمشي عليه، انه الريال من غير كرش ما يسوى قرش. انا عندي هذا غلط، لانه لازم نكون من غير كروش، لان العقل السليم في الجسم السليم. مزبوط. ومثل ما قلنا انت بطل في انك انت قدرت ان انت تنزل هذا الوزن. شوف كل انسان تيلة لحظة معينة يحس نفسه انه هو لازم ينزل وزنه، موقف معين يمر فيه يعتبر مثل يعني ضربة بالنسبة له او شيء استفزاز انه هو ينزل وزنه. هل مريت بموقف معين مثل هذا؟ مزبوط، مريت موقف. مرة كنت ماشي مع اصحابي رايحين نشتري اواعي للعيد وهيك. الوحشه قوي نزلت السوق قوي. اوكي الكل لا الاواعي لا الغراض بده اياه، انا ما لقيت، فحسيت ان لازم شو ناقصني انا، شو ليش ما اخذت القرار انك فوتها. انت كنت طفل سمين يعني من وانت صغير متين ولا؟ نعم من 10 سنين بلشت. وصلت لل 17 خلاص. طب ما نزلتش يعني الوزن مره واحده؟ لا. يعني انت دلوقتي ممكن نقول حسن انت منزل تقريبا 40 كيلو بالضبط. الشويه اللي زدتهم زدتهم بالرياضه وبالعضلات وكدهوت، بالذات ان احنا كنا من فتره من الاسبوع اللي فات بنتكلم عن هوس الشباب بقى بالجيم وبالعضلات والتجسيم والمجانس والجو ده كله. طيب عايزين نعرف من وجهه نظرك انت، هل الشاب دلوقتي لازم يبقى معضل وكبير وضخم وكدهوت بالعضلات، ولا المهم الصحة والمهم ان الواحد يكون صحته قوية مش عضلاته هي اللي قوية؟ اهم شيء طبعا تكون الصحة قوية، بعدين من بعدها بشوف كل شخص كيف بيختار وكيف بيناسبه شكل جسمه، بس مو من ناحية المبالغة، ما يبالغ لدرجة يأثر فيها على جسمه يخرب منه بقى. بحدود المعقول دائما يكون بحدود العقل. صحيح. بحدود الفكر. صحيح. حسن كم عمرك الحين؟ 19. يعني للحين صغير وفي ريعان شبابك يا حسن، وانت اليوم ممكن تكون دافع ومثال كبير للكثير من الشباب والبنات اللي يعانون من السمنه، لان السمنه قبل لا تؤثر على شكل الانسان هي مرض وممكن تسبب امراض كثيره. دابا الحين نتعرف بالضبط شلون قدر حسن ينزل وزنه من 125 الى 85 كيلو، يعني 40 كيلو. هل استخدمت اي وصفات طبيه؟ شنو النظام الغذائي اللي مشيته؟ وكم شهر قدرت تنزل وتوصل للوزن هذا؟ بالبدايه اول عامل كان من العوامل اللي خلوني انزل وزن الاراده. اوكي، قررت ان انت خلص تبدا بالرجيم. لما يكون عندك الاراده حيكون كل شيء عندك سهل بعدين. اوكي، من ناحيه الاكل، من ناحيه الرياضه، من ناحيه اي شيء ثاني ممكن يساعدك تخفف وزن، اي شيء حيكون عندك سهل. اذا انت شو سويت؟ طبيه ما استعملت. اوكي، قطعت الاكل اللي هو بنصح اللي هو فاست فود. فاست فود والدهون، الهمبرجر والبطاطس والنشويات، يعني نشويات سكريات قطعتهم نهائيا. وطبعا المشروبات الغازيه قطعتها بالضبط. اذا حتى ما كنت تستخدم اشياء دايت؟ يعني دائما نشوف الكثير من المنتجات. بستخدم، كنت استخدم. فادتك؟ نعم فادوني. وش كثر كنت تلعب رياضة؟ من ساعة لساعتين باليوم. إذا بيني وبينك ما استخدمت أي أدوية؟ لا كلش أبدا. ما عشت تلفزيون؟ حتى ما حدش شايفنا ولا سمعنا عادي. لا 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 عن جد ما استخدم يعني. لا لا. طيب حسن، في ناس بقى مدمنين الشوكولاتة، هل أنت منهم؟ لا.
انت مش منهم. يبقى انت مشوارك كان سهل شويه. انا واحده من الناس ادماني في الدنيا الشوكولاته، دايما في لوح شوكولاته في شنطتي. طيب اذا جينا مثلا نصيحه للشباب اللي ممكن تقدمها لهم، انت قلت قطعت النشويات وقطعت الحاجات اللي ممكن تؤدي الى السمنه او حتى تفتح الشهيه اكتر، زي مثلا الواحد ممكن تلاقي عيش جبنه قدامه، ممكن ما يكونش الجبنه دي قوي الا لو في عيش قدامه، لازم يخلص رغيف العيش الكامل لان دي بتكون حاجات المعجنات والخبز والحاجات دي كلها فاتحه للشهيه الى حد كبير. ازاي انت قدرت تقاوم بما انك كنت بتحب الاكل يا حسن؟ كتير. طيب بما انك بقى من الناس اللي بيحبوا الاكل، ازاي قدرت تقاوم الحاجات دي كلها؟ مثل ما قلت لك الاراده هي اول شيء، الاراده كان لها دافع كتير عندي. وصلت لمرحله الانوركسيا اللي هو المرض اللي احنا اتكلمنا عنه في البدايه، اللي هي الناس بقى بتقطع الاكل تماما؟ لا أبداً أبداً. او فكرت مثلا فكره تانية انه البوليميا زي ما صالح قال انه الواحد ياكل ويستفرغ من بعد الاكل وكده؟ ابدا. يعني دائما بحدود الصحه واعرف انه جسمي هذا لازم اعتني فيه. تمام. لازم اخذه شوي شوي، مش ما اسعى حالي، لانه جسمي بالاخير انا المستفيد، انا اللي حنضر. واهم شيء الصحه تكون بوم وقويه. أكيد. واحلى صحه من غير كحه، خصوصا احنا الحين جايين باجواء جميلة ومميزة. أنا بيعجبني دايما تعليقاته وأمثاله على الموضوع. أنا بس أبي رضات يا سالي، وأكيد رضات مشاهدي التلفزيون الراي وبرنامج رايكم شباب. وحل أجواء وايد حلوة، يعني ممكن أن أنتم تقضون ساعة أو شي ساعة إلا ربع في المماشي اللي موجودة في أرجاء الكويت. هالصندوق هذا من دخلت حسن هو معاك وهو ما رضى يورينا شنو داخل هالبوكس. شخصيا ما نعرفش إيه اللي جوا الصندوق، بس عايزين نعرف. رأيك الحين حسن نتعرف ونوري الناس المفاجأة اللي موجودة بهذا الصندوق عشان يصدقون أهما بأم العين شنو داخل الصندوق هذا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. يلا يا حسن، عايزين موسيقى تصويرية للحين. ده حتى الصندوق أسود واللي جواه أسود، إيه بقى اللي حيطلع من الصندوق؟ ها ملابسي القديمة. ملابسك القديمة. أوكي. حلو قوي. خلينا نشوف. هذا جاكيت بدلة كنت ألبسه زمان. أوكي. هذا الحين قبل لا تنزل الوزن هذا وتوصل للوزن. الجاكيت اللي كنت بتلبسه قبل كده. اوكي. هذا كم كان؟ اكس لارج ولا ما بعرف؟ تفصيل انا ما عليك بقى واقفله من ورا. لفوا عليك كده اهوت واقفله من ورا يا دوبك. نجي حلو معايا يلا. طبعا هذا الجاكيت كان يلبسه حسن قبل لا يوصل للوزن. وده كان كمان ضيق عليك يا حسن بتقول؟ كان ضيق عليك. الحين خلاص صار واسع. احنا اثنين يدخلون فيه منك حسن، اثنين تقريبا. اعمله بلوزه وجاكيت، انت ممكن دلوقتي تعمل له قميص وجاكيت في نفس البنطلون كمان. بنطلون. هذا البلوزه الوحيده اللي حصص فيها لانها كانت هديه من اختي. اما كل اوعيه القديمه كبيتها رميتها. اوكي. بص عايز تقيسه دخل صالح معاك، بس مش كده تبقى في الراس. مقاس كبير، حتى مو حاطين مقاس. لحظه. اكس اكس لارج. اوكي اكس اكس لارج. الحين دلوقتي دلوقتي بتلبس كام؟ لارج او ميديوم. لارج أو ميديوم. طيب والبنطلون نفسه معاك؟ بنطلون راضي بهالوزن؟ نعم. معاك جينز أو بنطلون أو أي حاجة تقدر تقول معاك ورينا. ومعاي قميص المدرسة كمان لو حابين تشوفوه. قميص المدرسة كمان. قميص المدرسة كان ضيق على خير. كل ما قاعد يوقع عليه هذا قميص المدرسة برضه كان ضيق عليك. كان ضيق ضيق. أوه. الناس اللي شافتك، الناس اللي شافتك يا حسن بعد ما خسيت أصحابي كان إيه بقى الرياكشن بتاعهم؟ ما كانوا يعرفوني. فعلا وشك حتى كمان نزل. وشي تغير. صح. كل شيء تغير. شوف البنطلون بقى الملامح تتضح بشكل اكبر. دي المشكله الكبيره. كم مقاسه؟ ما فضايا. بس معقوله يا حسن انت كنت اوه ما شاء الله. لا مقاسه. لا انا هنا دلوقتي بقى عندي حاله لا تعليق. انت ممكن عامه تدخل في رجلي من رجلين. المقاس كبير. احنا اتوقع كم؟ 34 مقاسك الحالي؟ 36. هذا دبل. بس ما احنا قايلين على اساس الخصوصيه بس. دبل حسن بس. احنا بجد مبسوطين جدا بالانجاز اللي انت انجزته، وانا متاكده ان انت شخصيا مرتاح نفسيا اكثر بكثير، سعيد بنفسك وسعيد باللي انت وصلت له. وممكن تقول ايه للشباب؟ كلمه اخيره بسيطه جدا تقولها للشباب عشان فعلا تشجعهم يحافظوا على صحتهم ويوصلوا ل الوزن المثالي. اهم شيء يكون عندكم اراده تمام. فكروا بصحتكم اول شيء قبل ما تفكروا باي شيء ثاني، وتفكروا بالناس وتفكروا اللي بيحكوا معكم، فكروا بصحتكم. حلو. اهم شيء الصحه، ولا تتوقفوا عند محطه الياس. مزبوط. ويكون عندكم تذكره دائما تدعى الامل، لما يكون عندكم امل كبير في الحياه والاراده كمان، والاراده القويه راح تقدرون انكم تنجزون. الله يحفظك حسن. سلام يا رب. وعين الحسود فيها عود، لان ما شاء الله ما نبي يصير فيك شيء، لان اكيد ممكن انت تكون مثال كبير مثل ما قلنا للكثير من الشباب والفتيات، في انه يبدون من هذه اللحظه في انه ينزلون اوزانهم وينطرون السبت. ترى في ناس وايد يصير لا يبدا السبت الاحد الاثنين هو الا يوم السبت
السبت ده بقى يا جماعه لو عايزين تبداوا الرجيم بجد نصيحه مني ما تبداوهوش يوم السبت لان اقول ايه انا هبدا يوم السبت خلاص انا كده اخدت قراري عامه هناخد قرارات تانية كتير وعايزين نعرف تعليقات